كارتيرول مديرا فنيا لنادي الزمالك. ده الخبر الرسمي اللي سمعناه اول امبارح. كارتيرول تولى القياده الفنيه لنادي الزمالك بعد رحيل ميتشو. وبنتكلم هنا في عقليتين مختلفتين تماما، يعني عقليه ميتشو اللي شفناها مع نادي الزمالك وعقليه كارتيرول اللي شفناها مع وادي دجله والنادي الاهلي. ما ينفعش نقول ان ده هيكمل شغل ده. ليه؟ لان ده مختلف تماما عن ده. ميتشو راجل بيلعب كومباكت، بيلعب دفاع عالي، بيضغط من نص ملعب المنافس، بيطير الباكات بتوعه، وبيلعب تقريبا في 30 او 40 متر من الملعب. ليه؟ عشان دايما يعلي من سرعه استعاده الكره. طيب نفتكر كارتيرول مع النادي الاهلي هل كان بيطبق نفس المبادئ او نفس الافكار دي؟ نادرا لا. ليه؟ كارتيرول كان دايما بيرجع خط الدفاع بتاعه من ورا وبيستنى المنافس هو اللي يجيله في نص ملعب، يمشي بالكور غاتي ويبدا الضغط بتاعه من نص الملعب. دي المبادئ اللي شفناها مع كارتيرول خلال تجربته مع النادي الاهلي. لكن هل بخلاف النقطه الدفاعيه، ان احنا برضو ساعات المدير الفني بينوع ما بين الضغط العالي ان هو ممكن يعمله او يمارسه قدام فرق متوسطه المستوى عندها مشكله في الباسنج، او ان هو يعمل زون ديفنس قدام فرق كبيره، ده بيبقى عادي، اوكي مفيش مشكله، ده في تنوع. لكن السؤال الاهم، العقليه الهجوميه لكارتيرول عامله ازاي؟ الفكر، وهل هي تتناسب او تتماشى مع القايمه والسكواد الحاليه لنادي الزمالك ولا لا؟ لما نعمل فلاش باك ونفتكر اسلوب كارتيرول مع وادي دجله او حتى مع النادي الاهلي، كنا دايما نقول كلمه في التحليل كان بيتفرج علينا، كان بيتفرج عليا في العين الثالثه، نفتكر كنا دايما نقول دايركت فوتبول. كارتيرول بيلعب بدايركت فوتبول. دايركت فوتبول هو الدايركت فوتبول؟ دايركت فوتبول انت بتلعب كوره مباشره، ما بتعملش ماتش استحواذ، ما بتمررش كتير على التمريرات. فريقك مع كارتيرول مثلا ممكن لا يتخطى ال 350 تمريره او 400 تمريره مثلا. مع فايلر او حتى مع لاسارتي او حتى مع ميتشو بنشوف الاهلي او الزمالك ممكن تتخطى عدد باصاتهم ل 550 وممكن توصل ل 600. ليه؟ ان انت هنا بتلعب بوزيشن جيم، بتلعب ماتش استحواذ. انا النهارده بوصل لمرمى المنافس ب 20 و 30 و 40 تمريره. مع كارتيرول لا، ما بنعملش الكلام ده. كنا بنشوف ايه مع كارتيرول مع وادي دجله او حتى في تجربته مع النادي الاهلي؟ كانت طبعا تجربه ما عادتش كتير، ولكن برضو كانت فتره سامحه اللي احنا نحكم عليه لغايه لما وصل لماتش الترجي 3-0 لما اتغلب في تونس. دايما كارتيرول بيعتمد ان هو الاثنين المساكين بتوعه بيقفوا ان هو بيفتحوا الملعب وبينزل لاعب من خط الوسط يامن معاه، لكن دايما الكوره بيستخدم راس الحربه كمحطه لعب. بيقف هنا اهو. ليه؟ عشان العب له الكره الطوليه. البلاي ميكر مع كارتيرول هي اساسه، او لعيب خط البلاي ميكر صانع الالعاب ولعيب رقم 8 دايما 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 مهمتهم في الكره الثانيه. مهم جدا في نص الملعب ان انا اخد الكره الثانيه لما راس الحربه المحطه ينزلها له. وبالتالي لما بنتكلم على راس حربه محطه يبقى احنا لازم نتكلم على راس حربه يفوق طوله ال 180 سنتي او 185 سنتي. ليه؟ لان دايما هحطه في موقف الكره الثنائيه العاليه، فانا عايز هنا مهاجم طويل. السؤال لما نيجي نبص على المهاجمين رؤوس الحربه في نادي الزمالك في الوقت الحالي هم اتنين، بنتكلم على مصطفى محمد، بنتكلم عمر سعيد، طبعا ونضيف معاهم طبعا خالد بوطيب. طيب لما انت تيجي تختار، انا في وجهه نظري مصطفى محمد هو المهاجم الاساسي يعني رقم واحد في نادي الزمالك، ويجي بعديه عمر السعيد. مصطفى محمد حته ان هو يبقى دايما راس الحربه اللي بتعتمد عليه كمحطه ربما ما يبقاش هو الخيار الامثل ليك في الطريقه دي. ليه؟ واحد، مصطفى محمد مش لعيب طويل قوي، هو عنده تيك اوف كويس وعنده جامب كويس، لكن ما تنساش ان انت لما تخليه هنا في عمليات تيك اوف او جامب كتير عشان ياخد الكره الثانيه، هنا بتجهده بدني. على عكس لما شفناه مثلا مع كابتن شوقي غريب لما كان بيعتمد عليه كراس حربه جوه البوكس، فانت عايز من مصطفى محمد التيك اوف في كوره بيهدد بيها المرمى، فانت هنا بتستنزف قدراته البدنيه، ولكن في هجمه في فرصه ممكن تجيب منها هدف. لكن اللي شفناه مثلا كارتيرول كان مع النادي الاهلي، كان مين المهاجم
الاساسي معاه كان مروان محسن. مروان محسن طبعا احنا عارفين هو لعيب قوي بدنيا وطويل، فبالتالي كان بيعمل الكلام ده كتير، وكان الاعتماد لو نفتكر كان اهم لاعب في تشكيل الكارتيرون. وليد سليمان البلاي ميكر لما كان طبعا مستواه كان متالق جدا وليد، ولكن كان دايما كارتيرون بيلعب على الكره الثانيه، وازاي النهارده ان هو يعتمد على الاطراف في السرعه. كارتيرون كان بيوصل لمرمى المنافس باقل عدد من التمريرات ظنا، او يعني محب الفكر ده او اصحاب الفكر ده بيقول لك لما اعمل الاسلوب ده انا بعمل هجمات كتيره، لكن لو انا قعدت العب بوزيشن جيم والعب جيم استحواذ انا مش هخلق نفس او كم الفرص اللي هخلقها لما احاول اوصل. لكن في طريقه اللعب دي ريسك انك تفقد الكوره كبير. ليه؟ انك ما تضمنش ان كل الكرات الثنائيه اللي انت هتلعبها هتاخدها، وكمان ما تضمنش ولا الكرات الثانيه. تاني حاجة ما تضمنش ان كل المنافسين عندهم مساكين ضعاف في الرقابة، فبالتالي مهم جدا اختبار عند كارتيرون انه يثبت لنا هيستخدم ثنائي خط الوسط ازاي، طارق حامد وفرجاني ساسي، على حسب طبعا اللي احنا شفناه خلال الفترة اللي فاتت مع نادي الزمالك سواء ايام كريستيان جروس او ايام ميتشو. دول الاثنين مهمين جدا جدا في وسط نادي الزمالك، هتستخدمهم ازاي، هتلعب بيهم ازاي، مين اللي هيحضر، هل انت فعلا النهارده هتفضل مؤمن بفكره الكرات الطوليه لراس الحرب عشان تاخد بيها الكره الثانيه ولا لا. فمهم جدا ان احنا نشوف ده. ربما طبعا مباراه الشرقيه في الكاس مش هتوضح لنا ده بشكل كبير، اكيد هنستنى لمباريات الدوري، مباريات دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك فيها عنده اختبارات كبيره وصعبه. بس اكيد طبعا كارتيرون فكره مش هيظهر مره واحده مباراه او اتنين، لا محتاجين ان احنا نشوف الراجل هيعمل ايه مع نادي الزمالك، هل هيفضل ماشي على الاسلوب بتاعه مع النادي الاهلي ومع نادي الوادي دجله، وحتى برضه لما شفنا الفيدباك اللي جاي من المغرب عمله مع نادي الرجاء، ولا هيغير عشان يتماشى مع القائمه، خصوصا نادي الزمالك القائمه الحاليه بتتمتع بحلول لعب كتيره من على الاطراف، وجود لاعب زي فرجان الساسي مهم جدا، وجود لاعب بلاي ميكر زي بن شرقي مهم جدا. فطول ما انت، انا في وجهه نظري الشخصيه، لو حطيت القائمه دي في اختبارات كتيره في الكره الثانيه او في الكرات العاليه هتخسر، مش هتكسب. المجموعه دي ميزتها انها بتلعب كوره على الارض كويس، لمهاره الباسنج او مهاره التمرير عندهم عاليه وافضل من منافسيه. كل دي اختبارات لسه هنشوفها مع كارتيرون خلال المباراه الجايه، واكيد في مباريات دوري افريقيا هيبان العلامات التفكير بتاعه كارتيرون مع الفريق دي، واكيد طبعا هتبقى موجوده معانا في التحليل في ترند يلا كوره. شكرا جزيلا كريم.